دي أخبارنا، والبداية مع ملف مهم جدا، ملف الشائعات اللي دايما بنطلع ونأكد على حضراتكم أهمية هذا الملف، أهمية إن محدش يشوف أي خبر مش متأكد منه يبتدي ينشره على وسائل التواصل. أنا آسفة جدا علشان يعني يجيب بعض اللايكات ولا بعض يعني التواصل، يعني بجد عيب، لأن ده بيأثر علينا بشكل كبير جدا، بيعمل بلبلة في الشارع وبيعمل قلق وسط الناس، وخصوصا لما بنتكلم على ملف الشائعات دايما بيركز على الحاجات اللي بتهم كل بيت واللي بتهم كل الناس واللي متصلة بشكل كبير جدا بحياتك، فانت كده بتعمل مشكلة في كل بيت ممكن يقرأ الشائعة اللي انت بتنشرها. طبعا احنا دورنا ان احنا نأكد ونطلع نقول لحضراتكم ايه حقيقة هذه الشائعات، وطبعا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيعمل الدور ده بشكل مكثف واول باول. الحقيقة كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم نشره أو تردد من أنباء بشأن اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إيه بقى؟ إنها تقترض 19 مليار جنيه لمدة 13 عام، وده عشان استكمال مشروعات تطوير المواني. تواصل المركز مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي نفت كل الأنباء دي بشكل قاطع وقالت إن ما فيش أي صحة ولا أي نية لاقتراض الهيئة ل 19 مليون أو مليار جنيه لمدة 13 عام عشان استكمال مشروعات تطوير المواني. وشددت طبعا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على ان كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا في هذا الشأن هو كلها ادعاءات خالية من اي معلومات او حقائق، وان الهيئة لم تتخذ اي اجراءات او قرارات بهذا الشأن. فمرة تانية وتالتة ورابعة ارجوكوا قبل ما تعمل نشر او قبل ما تصدق حتى اي خبر، دلوقتي ما فيش وزارة ولا هيئة غير ليها بدل الموقع اتنين وتلاتة، وليها كمان متحدثين رسميين، واحنا بنطلع لحضراتكم اول باول اي قرار بنطلع نوصله لحضراتكم، فمش محتاجين